تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من راست خبري. مسعود أوزيل، تجربة بدأت مع أرسنال بشكل جيد، الجميع تفائل فيه، ثم انهارت بشكل كارثي. اللاعب تراجع مستواه، ثم دخل في مشاكل مع بلاد ألمانيا، ثم جاءت قصة الصين والإيغور اللي زادت الأمور تعقيدا. لاعب صار عنده مشاكل سياسية اجتماعية فنية جعلت أرسنال بيبعدوا عن كل القوائم، لكن يبدو أنه هذه القصة الحزينة شارفت عن النهاية. القصة الحزينة للعلم للطرفين، لمسعود أوزيل من التجاهل وعدم اللعب، ولأرسنال براتب هائل عم يندفع على الفاضي. هناك تفاؤل حاليا كبير بأن يوافق مسعود على الرحيل إلى فنربخشة التركي، ويقال المفاوضات متقدمة جدا. وزاد من هذا التفاؤل تصريح لأرتيتا قال حنحسم الموضوع خلال أيام. أيضا اللاعب نشر صور له في إنستغرام بيعبر فيها عن اشتياقه لمدينة إسطنبول التركية. هناك نادي آخر يغري أوزيل، ويقال أيضا هي مفاوضاته إيجابية بتخليه الخطة باء في حال فشل النادي التركي بضم أوزيل. هذا النادي هو دي سي يونايتد الأمريكي. مسعود اللي انتقل مقابل 47 مليون يورو عام 2013 كصفقة قياسية بينتهي عقده بصيف 21. يعني بكل الأحوال لو قرر الرحيل الآن أرسنال لن يطلب شيء، وحيسمح له أنه يطلع مجانا. وفي أسوأ الأحوال لو اللاعب بدأ يتشرط ويقول بدي تدفعوا لي فرق الراتب، على الأغلب أرسنال ما حيوجه راسه كثير وحيقول له خليك لآخر السنة وبعدين اطلع ببلاش، بس ما حنخليك تفرض شروطك علينا. القصة هذه بشكل عام، المهم بالنسبة إلي أنه مسعود فعلا يرجع يلعب، يسرع الموضوع قد ما يقدر لأنه وضعه محزن جدا. فهو تحول لمجرد واحد عم بغرد على تويتر بيشجع وما بيلعب وبيبدي وجهة نظره بكل شيء بكرة القدم، وهو لم يعد جزء منها حقا. وبنفس الوقت هو مش عم بحاول يغير أو يحسن من سلوكه بشان يحسن علاقته مع أرتيتا أو مع الأرسنال. بكل الأحوال النهاية اقتربت كما يبدو، ورؤية عازف الليل في الملعب باتت متوقعة. بالنسبة لي شخصيا بعرف أنه السياسة وموقف أوزيل من الإيغور ساهموا بقرار أرسنال، لكن من الظلم جدا ان نحكي والله ارسنال اخذ قرار سياسي فقط، لانه في لاعبين اخرين حول العالم غردوا بالقضية وما صار معهم شيء. لكن مستوى أوزيل المتراجع وسلوكه خلينا نسميه البارد في الملعب المتكرر مع الفريق خلى ارسنال يتشجع لهذه الخطوة. فبالنسبة لارسنال، انت مش عم بتفيدني في الملعب وجاي تعمل لي مشاكل سياسية، لا انا حشيلك. يعني خلينا نفهم موقف الطرفين بغض النظر انه مسعود دعم قضية عادلة. فلو كان لاعب مهم في الملعب أكيد أرسنال ما تجرأ على هذا القرار. ولازم نفهم يعني الغرب بشكل عام عنده موقف واضح في اللي بصير من الصين. الجميع تقريبا انتقد الصين علنية في مسألة الإيغور، ومش مجرد لاعب واحد أو مسؤول واحد فقط.